خلينا نقول ان ثقافتنا بالذات لو هنقول مصر او دول البحر المتوسط عموما يعني، فاحنا ثقافتنا فيها اكل، احنا كل حاجه حوالين الاكل، فانا بخرج باكل، بعمل احتفالات باكل، كل حاجه لازم ان احنا ناكل فيها، فالاكل اوريدي موجود. امتى اعرف بقى ان ده غير طبيعي؟ لما يكون واخد حيز من حياتي زياده عن اللزوم، سواء ان انا بفكر فيه طول الوقت، البادي ايمج بتاعي او الاكل نفسه اني عايزاه او خايفه منه، الاثنين مش طبيعيين، كده معناه ان انا مهووسه بيه. يعني فكره الاوبسيشن هو ان انا مهووسه بده، الاكل موجود في يومي، اكل ما اكلش، انزل اخرج معاهم ولا ما انزلش عشان ما يعزمونيش على الاكل، الافكار دي كلها بتبقى حوالين الاكل. الايتينج ديس اوردرز بتندرج تحت الانكزايتي ديس اوردرز او اضطرابات القلق، وكمان دلوقتي بقت اكتر فوكس انها جزء من الاوبسيسيف، يعني هي جزء من الوسواس القهري اللي ممكن يكون حوالين الايمج بتاعنا، جسمنا او اكلنا او وزننا او اي حاجه ممكن تكون بتصارعنا يعني، وليها علاقه باداره مشاعرنا، وممكن تكون ليها علاقه باحساسنا بالذنب او احساسنا باحتياجنا للكنترول او اللوس اوف كنترول اللي ممكن يحصل كتير عندنا.